بس كنت عطل عليكم، ولكن لظروف خارجة عن إرادتي من طبيعة الحال. السلام عليكم أحلى متابعين، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي شارمونت فلوغ. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بأحوال جيدة، تكونوا بصحة جيدة، تكونوا في تمام الصحة والعافية. هذه أهم حاجة اللي كنطلبها للجميع، يا ربي نتوما ووليداتكم يكونوا وليداتكم لاباس عليهم. كي درتو مع هذا البرد، كاينو واحد البرد واحد البرد. بعدا أنا صابح فيا اليوم ما نكذبش ليكم، ما قادا ندير والو. إلا قلت لكم معمرة واحد سطان الصباح باغي نسيق بيه عند الباب، راه باقي كيسمع فيكم. حدني غسلت الماعن، درت لولادي الغدا، خرجت قضيت شي غرض في مدرسة ولدي ورجعت ما قادراش، رجلي جامدين. عرفت دابا كنهضر معاكم يدي جامدين. صافي هادشي اللي كاين، نقول لكم الصراحه انا اللي كاين كنبارطاجيها معاكم. المهم كنقول لكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد، متابعين ديالي الجداد مرحبا بكم، متابعين ديالي القدام اللي خطيكم عليا، الناس اللي كتفاعل معايا من طبيعه الحال، الناس اللي كتدعم حليمه ومديوش على شعابطه، رانا مشعبطه واحد شعبيطه البنات. قلت لكم كنقول لكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد عاوتاني على القناه. وشعري البنات رانا كندير ليه السحب، راه غيبان لكم فيه، غيبان لكم فيه 7000 لون. رانا البنات كندير ليه السحب، ما بقيتش حملت هذاك الكحل هذاك، ندمت درتو. وكتعرفوا الكحل باش كتبغيو تحيدوه من شعركم خاصكم ليه هي وما لونها. دابا انا شعري كله مبرقع ولكن ما بقى والو، الاسبوع الجاي ان شاء الله غادي نصبغوا واحد ليه اللون. هذه واحد النقطه لي مفرحاني انني حيدت هذوك الكحوليه، هذوك السواد. مادام حيدت السواد من شعري غنحيد السواد تم من حياتي. يا اختي انتو مشتركين عندي جداد في القناه، ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نجاوب على تساؤلاتكم، وعندي واحد التساؤلات اللي خصني نجاوبكم عليها في هذا الفيديو هذا. وما تنساوش ديروا داكشي اللي خاصو يدار، تخليوا لي لي كومونتير، تخليوا لي من طبيعه الحال اعجابكم بالفيديو، وتبارطاجيو القناه مع اصحابكم واحبابكم باش تكبر ان شاء الله العائله ديال شارمونت فلوغ. ويلا هو معايا باش نجاوبكم على الاسئله ونوجد معكم واحد الطويجين، واحد الطويجين خفيف ظريف دغيا دغيا، وكيجي مذاق زوين، كيجي باللوغو ديال الشوا. الناس اللي ما عندكمش الوقت باش ديروا الشوا ولا شي حاجه، احنا غادي نديروا داك الشوا، نديروه طاجين. اليوم غنوريكم خلطته وجلطته وجات يا سلام. هنا البنات كان عندي اللحم اللي كنت مقطعاه ديال القطبان، كديرها في الكونجيلاتور، ولكن ما كيكونش عندي الوقت، ما كيكفانيش. وحتى ولدي الصغير يعني ما عندوش هكا مع الشوا بزاف، ولا انا خصني نوجد الغداء اللي غناكلو كاملين، يعني ما عنديش الوقت باش غنبقى نطيب كل واحد بوحدو. خديت هنايا هذوك القطع ديال اللحم، درت معاهم واحد الفص ديال الثوم ولا جوج فصوصه، واحد البصله مقطعه هكا مربعات، وغادي نضيف لهم توابل بما فيهم الفلفل الاسود، غادي نضيف لهم الكمون، دير واحد المعلقه اللي مزيانه ديال الكمون، وغادي ندير الفلفل الاحمر، وغادي ندير الزنجبيل وشويه ديال الخرقوم بلدي ومليحه، وغادي نخليه كيتشحر مزيان، يعني كيتقلى مع هذيك البصله، حتى ملي غتكونوا البنات كتشحروا فيه في الدار غتعطيكم هذيك النسمه ديال اللحم بحال لا مشوي، فهمتوني كيفاش؟ مع الكمون وكيتقلى مع ديك البصيله كيجي بحال لا مشوي، بحال لا غتقليوه غير بوحدو، ما غديروا معاه حتى شي حاجه، غير انا غادي نضيف عليه واحد الاضافات على ود ولدي الصغير. يعني كون كنت يعني ما كي ولدي الصغير كياكل ليا غير اللحم بوحدو، ما كنتش غادي نضيف عليه شي حاجه ديال الخضره، فهمتوني؟ صافي غادي نخليه كيف قلت لكم كيتقلى مزيان مزيان مزيان، يتحر مزيان، تدخلوا هذيك التوابل، وبحال داك اللحم شويه كي بحال كيتحمر. صافي ومن بعد غادي نضيف عليه هذا واحد شويه ديال الماء، وغادي نضيف عليه الخضيره اللي مقطعه بما فيها بطاطا هكا مقطعاها مربعات، وواحد شويه ديال الجلبانه وشويه ديال القزبر ومعدنوس. كيف شفتوا شوفوا لي غير من الطاجين كيفاش كيتشحر، غتعرفوا اللحم يعني راه حتى دخلوا داك الدخلات وديك العطريه مزيان مزيان. عاد ضفت عليه المكونات الاخرى، وغادي نضيف عليه واحد نص كاس ديال الماء. صافي
وغادي نسد عليه نخليه كيطيب. عرفتوا البنات واخا غيبان لكم راه ماشي شي حاجه، ولكن عرفتوا راه كيجي بنين. ضفت عليه هنايا هاد المطيشه الصغيره، واخا ماشي وقتها انا كنحتفظ بها في المجمد وكتبقى مزيانه البنات. هذه في الوقت ديالها بقاو تحتفظوا بها في المجمد، ديروها في البيتزا، ديروها هكا في الطاجين مع الحوت، مع لي بلا ديال الحوت في الفران، كتجي زوينه. صافي وغادي نسد على الطويجين ديالي طيب. من بعد ما غادي يطيب رانا غنشاركوا معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو، ونرجع معكم باش نجاوبكم على بعض التساؤلات ديالكم اللي كتسولوها ليا، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. هنا من بعد ما وجد معايا الطويجين كيف كتشوفوا جا بحال هكا كيجي خاطر وزوين وبالصحه والعافيه. ونمشي للفقره ديال الاسئله، اجوبه واحد السؤال اللي محير بزاف ديال البنات، اليوم غنجاوبكم عليه. الاسئله اللي كتجيني بزاف كنسمعها بزاف، اليوم ان شاء الله غادي نجاوبكم عليها. اللي هي واحد البنات كيسولوني كيقول لي واش زعما علاش زعما خدامه في الخياطه، يعني الخياطه خايبه لكم وقت كله سكتي ديك الحمومه، علاش زعما واش ما كاينش شي حاجه من غير الخياطه، بما ان الخياطه كتاخذ لك وقتك كامل وداكشي، شوفي شي حاجه اخرى من غير الخياطه. البنات ديما اللور راه فيه غير الخياطه، فيه غير المعمل ديال الخياطه، ومن غير الخياطه ما كاين والو، يعني ما كايناش حاجه واحده اخرى من غير عاوتاني الوظيفه للناس اللي عندهم لي ديبلوم ولا داكشي اللي عندهم كاع الدبلومات. ما عندناش حنا الشركات، عندنا مصنع واحد هو ديال السكر، هو اللي اللي معروفه بمدينه سيدي بنور، معروفه بالخياطه، معروفه فيها المعامل بزاف ديال الخياطه، هادشي اللي كاين وصافي. واحد السؤال اخر اللي كيقولوا لي زعما واش الخياطه فيها الفلوس، يعني واش فيها زعما كتربحي منها من وراء الثمن وهادشي. اش غادي نقول لكم، الله يجعل البركه بالنسبه لي انا، الله يجعل البركه. و زعما الخياطه راه خدامين فيها رجال وعيالات اللي تبارك الله حالين منها بيوت خدامين فيها سنين. هذه انا واخا هكاك البنات راه ما كنستمرش فيها، ما كنقدرش عليها، واخا هكاك ما فيها تما كتجيني فيها تمار، يعني بزاف عليا انا مع بوحدي، وكتكوني مدي على واحد السيستم كي ما كتقدريش توازني ما بين هذيك الخدمه ديال المعمل وما بين الدار، يعني كتولي كديري واحد لي فوق لي كثر منك. دابا انا قلت لكم كندير كثر من جهدي، لدرجه انني هاد السيمانه هادي مرات كنحس براسي مرات نفسيا دايره كثر من جهدي. كنفيق في 7 ديال الصباح، خاصني نوجد الغداء، خاصني نوجد ولدي المدرسه، خاصني نوجد ليه الكوتي، خاصني نجمع الدار، عشان ما كنقدرش نخرج الا ما قاديتش الدار ولا ما جففتهاش، باش ملي نجي في الوقيته ديال الغداء ديالي ندخل لداري نلقاها نقيه. عاوتاني ملي كنجي في العشيه كنجي نتغدى وكنمشي، كنجي في العشيه عاوتاني كنلقى الدراري ملي كيجيو في الوقيته ديال المدرسه قالبين، يعني هذاك الشيء كيتكرر. خاصني عاوتاني الغد نفس الحاله، ملي كنجي انا من الخدمه بالليل راه كنجي مهدوده ومقادراش، كتاف ما عنديش. قلت لكم الكتاف ما عنديش باش غادي نوض ونبدا عاوتاني نخمل وندير زعما باش نصبح الدار نقيه، يعني كنضطر كنخليها حتى الغد لي عاد عاوتاني كنوض نفس البروغرام. كندير 7 ديال الصباح كنفيق تلقاني فايقه، خاصني نجري 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 عليه نجري عليه كل وقت، عرفتو من الوقت 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 دغيا كيطير. عرفت كنشرب قهوتي واقفه، قهوه كنصايبه كنشربها واقفه وصافي. هادشي اللي غادي نقول لكم بالنسبه لديك الخلصه اللي كنشدها، يعني كنكون محتاجه، ما نقولش لكم كندير منها حوايج ولا كندير منها شي حاجه، ولا كتمشي ليا في المصروف ديال الدار. ما كنزعما ما كندير بها حتى شي حاجه اللي زعما نقول لكم راه كنشيق منها ولا داكشي على قد الحال وصافي. وواحد السؤال واحد اخر اللي كيجيني هو كتقولوا لي واش باش الدراري ما يعني ما كينفقش عليهم، ما مكلفش بالنفقه ديالتهم. كتقولوا لي واش باش الدراري زعما ما مكلفش. الصراحه البنات غنقول لكم ما عندي علاش نكذب، ما عندي ما نخبي، مع كيف بديت معاكم نهار الاول واضحه وصريحه غنبقى معاكم ديما، وجدي شفتوني بين نهار الاول غنبقى كتشوفوني بيه ديما، ما غاداش نكذب. بات وليداتي مؤخرا بدا كيحط ليهم الواجب ديالهم كما ينبغي، بداك الشيء اللي اتفقنا عليه بدا كيحطوا ليهم. كتسولوني واش كيجي يشوفهم ولا لا، بدا كيجي يشوفهم مره مره، يعني ماشي بحال قبل راه كان ما كيجيش، بعض المرات واحد المره على 6 شهور عاد جا شافهم، فهمتوني. بدا كيسول عليهم كيجي كيشوفهم بدا كيحط ليهم الواجب ديالهم. ولكن البنات اللي بغيت نفهمكم راه هذاك الواجب، هذاك الواجب الشهري اللي غادي اللي كيحطوا ليا هو راه فيه كرا، فيه المدرسه ديال ولدي،
فيه الضو، فيه الماء، فيه راك تعرفوا، حيت انا ما عنديش واحد الدخل اخر، كون ما كنتش كنخرج نبريكولي انا في الخياطه ولا راه ما عنديش انا واحد الصالير ديالي ديال الماده ديالتي ولا ديال شي خدمه ولا اولا من اليوتيوب. يوتيوب البنات راه ما كندخل منه فرانك، ما كندخلوش منه، ما عندي ما غادي نخبي عليكم. كيف كنقول لكم انا واضحه معكم وبالدلائل انني ما كندخل منه حتى شي فرانك، والناس اللي فاهمه في اليوتيوب وعارفه راه الفيديو كاع وصل لي 1000 فيو، راه ما كيدخل لي حتى زفته، حتى حاجه ما كيدخلها ليا والو، بحال غير كنصور ولا كندير جهدي باش كنقول ربما واحد النهار يطلعوا لي في وتحرك لي القناه وليت انا عندي منها واحد الدخل ديالي اللي نقدر نعيش به، ندير به اي حاجه انا بغيتها، فهمتوني؟ يعني هذاك الشيء الصالير اللي دار لي وليداتي بات وليداتي، يعني الله كيكفيني معاهم في الكرا، لانني كاريه كل ما كانش عندي الكرا كنت نقول لكم راه ما نقدرش نخرج نقلب على خدمه انا، هذاك الشيء راه يكفيني انا الشهر كامل حتى يعاود يحط لي عاوتاني فلوسهم. ولكن البنات رانا كاريه، راكم عارفين شي بلا ما نعاود لكم الكرا المصاريف بلا ما نطول عليكم. وفوالا البنات هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين الله يديم خلق حتى شي واحد مكره، ما كرهتش انا زعما حتى شي وحده ما كتكره غتبقى باركه في الدار، كلشي موفر ليها، كلشي عندها، فهمتوني؟ ولكن الله غالب. بحال ليا رانا كنخدم خدامه وكنحاول انني مره ما نغبرش عليكم، نحاول ما نغبرش عليكم قدر الامكان باش تبقاو مفكريني ماشي تنساوني وصافي، تيدير ربي شي تاويل ديال الخير ان شاء الله. ربما تجيني شي ضربه تحط شي نهار نعس نفيق نلقى شي فيديو طالع في اليوتيوب، كلشي بيد الله سبحانه وتعالى، حتى شي حاجه من بعيد عن الله. هادشي انا اللي دايره في بالي، كنقول ربما شي نهار شي فيديو يكون ماشي بالضروره نتابع ليه وماشي بالضروره انني غادي ندير فيه شي ايفور نيت باش غادي زعما باش غادي يكون ربما شي نهار شي فيديو واخا ما نكونش دايره فيه مجهود او لا شي حاجه. راه كتعرفوا كاين اللي كيحط غير لا شيء من لا شيء، سبحان الله ربي مفرق الارزاق، بغى لي كيحط واحد الفيديو اليوم كينعس كيفاه كيلقى راسو منتشر. ربما حتى انا واحد النهار ما عرفتوش اش كاين نحط شي فيديو يكون عادي ونتا انا نعس نفيق. هذا حلم عندي، حلم والله ما كذب عليكم، حلم انني نعس نفيق نلقى شي فيديو طالع ومطلع ليا لاشين وكلشي بيد الله، نديرو امالنا في الله ونتوكلوا على ربي وان شاء الله ما نخيبوش وصافي. هادشي اللي كاين، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.